السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزائر يا وانا. اخترتكم هذه الصورة هذه باش نبدلوا البحر البحر البحر، كاين الجبال كاين الحو كاين الطبيعة في المناطق الداخلية، وين الله يبارك في واحد البرد واحد الفريشكا مع الهواء نظيف، لأنها ما كاش لابوليسيون ما كاش الحس تاع المدينة ودعوة بعدها هي بوحنا. شو هو الحل كيفاش راح يكون مع الصباح إن شاء الله اللي بكرو، خاصة مع الفجر لهذا الخميس. واش نرى الحال شباب؟ واش احتمال شويه ضبابي ولا سحب سوف لا تقدر تشكل على السواحل الغربيه وايضا الوسطى، سينو هاي على الغرب على الشرق على الصحراء وكذلك حتى على الجنوب. انا تبقى بعد البقايا تاع النشاط الرعدي تاع النهار هذاك يبقى شويه، يبقى بعد سحب من نوع العالي سينو جوزو درجه الحراره مع الفجر اللي بكرو. هاي الحال ما تغيرش بزاف بين السن تاع البارح وتاع الاخر، ما كاش تغيير كبير ما بين 19 الى 23 درجه على كل مناطق الشماليه من الهضاب العليا الى البحر الابيض المتوسط، من 21 23 حتى 25 على اقصى الجنوب وايضا الهوكر والتاسيلي، على الصحراء الوسطى ما بين 30 الى 31، على الاطلس الصحراوي من مشار حتى الورقلة ما بين 26 الى 28، بني عباس 29 28 بيتين دوف و 28 كذلك بمنطقة عين أميناس وأيضا إليزي. دوك نجوزو الملاحة والصيد البحري، البحر المتين الملاحة والصيد البحري، شوفوا الحال كيفاش راح يكون ظاهر على دمدم العقل تاعنا راه مع البحر. النشاط الرعدي هذا يبقى دائما حتى يخلص أوت وقال يخلص سبتمبر باش يبقى ينقص النشاط الرعدي، يبقى دائما يهم أقصى الجنوب وبعد المرتفعات تاع لوكار والتصيلي مع أمطار تقدر تكون ورياح تقدر تكون قوية، تطير الرمال على الصحراء الوسطى على التصيلي وأيضا على أقصى الجنوب، بينما على الجنوب الكبير من تندوف حتى الورقلة مورون بغردية بشار أضرار عين صالح حتى إليزي تكون سما صافية. وكذلك عموما الحال شباب على الشمال باستثناء دائما بعد النشاط الرعدي يقدر يكون منعزل على عدة مرتفعات كمنطقة سوق هراس تبسة وأيضا حتى أم البواقي قالما وأيضا ميلا عن بيضة عين فكرون كل هذه المناطق. دوك نجوزو لدرجة الحرارة اللي ننتظروها إن شاء الله بدون تخيير ما بين 31 على منطقة عنابة وأيضا منطقة القالة إلى تقريب 40 درجة من جهة غليزان وسيدي بن عباس ومغنية والسيق، 38 في الجلفة وأيضا البيض، 33 بوهران العاصمة بوبرداس، كذلك مستغانم تنس بني صفغة سوات من الضرومة، 44 ببني عباس، 42 إلى 43 على الأطلس الصحراوي، 45 على الصحراء الوسطى، ما بين 35 إلى 37 على الهوكر والتاسيلي، و43 على منطقة تندوف وأيضا إليزي، و42 درجة في برج بجي مختار عين مقلع عين قزام تيمياوين تنزواطن. وهذه الحرارة راهي في المعدل الفصل الاتحاد. دوك نجوزو البحر اللي معولي البحر كذلك البحر ما تغيرش 10-15 كيلومتر الساعة المعدل تاع الرياح ضعيف طايح البحر، الرؤية تكون هائلة من 4 إلى 8 أميال البحرية، حرارة المياه ما بين 25 إلى 26، أما فيما يخص الإشعة الشمسية 9 إلى 10 على 10 طلعة الحد المطلوب، خاصة اللي دي وليدات البحر ادوهم قبل العشرة ودوهم بعد العصر. هيا غروب وشروق الشمس لدى الخميس 16 أوت 2018 على العاصمة وضوئها، وقال لي غنقول لكم باي باي.